اخيرا برضو حاجه مهمه، قريت خبر النهارده للكابتن محمد عبد الشافي نجم مصر ونادي الزمالك اصيب بالرباط الصليبي. الف سلامه يا كابتن محمد. كابتن محمد عبد الشافي بالمناسبه، وانا بتكلم عن محمد عبد الشافي، من يومين ثلاثه كده اتكلمنا عن الاساطير والفارق ما بين الاساطير والنجوم. انا بعتبر ان كابتن محمد عبد الشافي، مش انا لوحدي، كثير من الناس العاقله بتعتبر ان كابتن محمد عبد الشافي من اساطير نادي الزمالك. ليه؟ لانه كابتن محمد عبد الشافي رجل محترم، عمرك ما بتسمع منه كلمه وحشه على اي نادي في مصر، عمرك ما بتسمع كلمه وحشه منه على اي حد من زمايله، عمره ما بيمسك الجزمه لحد، عمره ما بيبصق على حد، ما بيعملش الكلام ده. يعني انا بتكلم هنا بشكل عام. فمحمد عبد الشافي انا شخصيا بعتبره من الاساطير، اساطير مصر واساطير نادي الزمالك، لانه من الاسماء الكبيره جدا جدا والاسماء المحترمه. الف سلام عليك يا محمد، وان شاء الله ان شاء الله عبد الشافي يرجع بالسلامه لنادي الزمالك ولجمهوره ولمحبيه في مصر كلها، مش في نادي الزمالك بس، ان شاء الله خلال الفتره القادمه.